landscape unique ever. Just look at the mountains there. شوفوا حجم العملة القديمة كانوا بتبقى عاملة ازاي. تقريبا 200 فرد من الأقلية دي بيلبسوا بطريقة مختلفة، بيتكلموا لغة مختلفة، عايشين عيشة مختلفة جدا عن العيشة. Very long history for the place out here. There. Fast. Do your job. المكان هنا مبني من اكتر من 1000 سنه، في ناس بتقول 1400 سنه في عهد الاسره الحاكمه سونج. ده كان في سنه 960 تقريبا لسنه 1200 وكسر ميلاديه يعني. During the Song dynasty, year 1000. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ الشمس هنا حاجة جميلة جدا، الدنيا هنا مختلفة خالص. احنا دلوقتي في بداية اليوم، ده شروق الشمس يعني، بس ملحقناش نجيبه من القرية الجميلة اللي هنا دي. بنحاول معاهم، بنعافر معاهم على حوار التيكتس ده. حاجة غريبة جدا، الناس هنا زي ما قلتلكوا أقلية بعيد شوية عن التحضر وكده، رغم ان المفروض انها تكون منطقة سياحية يعني فيها جذب سياحي، الناس كتير أكيد قابلوا أجانب قبل كده يعني على الأقل. ده اليوم الثاني، لحد دلوقتي لسه ما خدناش التذاكر. الساعه دلوقتي 7:15 اهي، فاحنا مستنيين دلوقتي هنا، لسه الراجل برده مش راضي يدينا التذاكر دلوقتي. لكن علشان تفهم قصه القريه دي معايا، لازم ترجع معايا 340 كيلو تقريبا من قريه نانجان ياوزاي ليجوانجو. من اسبوع كده جت الفكره من انريكي صاحبي الاسباني في الشغل، ومن اول صوره كانت كفيله ان اوافق فورا. وبما اننا شغلنا في شركه لايجار السيارات، قررنا نطلع بعربيه اريح وامتع كتير. وبعد اجراءات كتير واحداث اكتر، حجزنا العربيه اخيرا، وهوست اللي بات فيه ليله في القريه دي، وابتدت رحلتنا. لسه مخلصين شغل دلوقتي، والفلاج النهارده هيكون حاجه مختلفه تماما. رايحين لمدينه بقى لها اكتر من 1000 سنه، اجرنا عربيه لسه دلوقتي زي ما انتم شايفين بتبعد 3-4 ساعات من جوانجو. حجزنا هوست هناك، هنروح نقضي ليله باذن الله ونشوفكم هناك بقى. يلا بينا. لكن احداث كتير حصلت خلت القصه اجمل بكتير. اولا ريكي اول مره يسوق في الصين، والأسوأ من كده ان عمره ما ساق عربيه اوتوماتيك قبل كده. انا I could see in your face. Yeah, in the beginning I was like, and also in the back seat. In the back seat I was like, in the beginning when you hit the brakes. When you hit the brakes, I said, oh my god, this is even the beginning. What about if we just get in the road? Oh my god. Yeah, seriously, that was terrible, man. You know what I told you? I swear, to be honest, I started to pray, you know, like, God please make it a good experience, make it a good night, you know, like, safe night. Oh my God, I could see perfect. Really, when you get on the road, actually, I didn't feel any even hesitation about your way of driving. Like, yeah, seriously, I got impressed. Really, really. Yeah, because like in the beginning, the maximum imagination about your driving experience will be, and once in a while, given, let's not say it. Some crashing, one in the first crashing cars. For sure, man. تاني حاجة إن كل مدخل من ده كان مخصص لنوع معين من العربيات، وكل ما ندخل من مدخل سيرينة انذار تضرب. Okay, not that hard, man. 2 yuan. Pay with the phone. Okay, we're fine, man. We're getting used to this shit. Okay. Come on. Start. Next trip? Yeah. Should be easier this time. As hello. As said before. He's so amazed. Yeah. Hey, bye-bye. المدينة دي اكسبيرينس مختلفة جدا، تجربة اكيد ان شاء الله هتكون جميلة جدا. بقالنا طول الاسبوع بنجهز ليها،
فأجرنا العربية دي النهاردة لسه إنريكي لسه جايب درايفرز لايسنس بتاعته اليومين دول، فيعني قلنا هناخد التجربة دي النهاردة ونجيب العربية دي ونطلع الطلعة دي نتفرج على المدينة. قابلنا بعض المشاكل بقى، زي ناس بتقول لنا مش هينفع تيجوا عشان انتوا أجانب، وناس بتتحجج بكورونا فيروس لحد دلوقتي ومش عارف ايه. فالوقتي أجرنا هوستل هناك، مش عارف احنا أصلا هنوصل للهوستل ده امتى. وأخيرا عملناها للمكان، لكن حصل اللي كنا خايفين منه. دلوقتي بنحاول ندخل الفيليج دي او القريه دي، بس مش راضيين يدخلونا. في الاول اتحججوا بان مش هنعرف نديكوا تذاكر علشان انتوا اجانب، او مش هنعرف نقعد في الهوستل او بتاع. فاحنا دلوقتي لسه بنحاول معاهم كده. دي اغرب ليله قضيتها في الصين من يوم ما جيت على فكره، يعني حاجه غريبه جدا بتحصل سبحان الله في مكان بعيد جدا. المكان بعيد تقريبا 350 كيلو عن مكان ما بشتغل وعن مكان ما انا ساكن. يعني كنا جايين وكلنا امل ان احنا ندخل الفيليج دي، قرينا عنها كلام جميل جدا على الانترنت يعني، بس للاسف لحد دلوقتي بنحاول معاهم مش راضيين يحلوا المشكله ابدا. والظاهر ان فعلا مفيش اي اجانب بتيجي للمكان ده. لحد دلوقتي لسه ما خدناش التذاكر. الساعه دلوقتي 7:15 اهي. دلوقتي ممكن ناخد لفه بالعربيه كده حوالين المكان عشان حتى نشوف شروق الشمس. المنظر هنا جميل جدا جدا. دلوقتي لقينا مكان هناكل فيه، مش عارف بيعرضوا ايه، يا رب الاقي فيه حاجه اعرف اكلها كده. المهم احنا لحد دلوقتي مش عارفين ندخل جوه القريه الجميله اللي ورا دي، بس للاسف بقى هنعمل ايه، مفيش حل تاني غير اننا نستنى ونفضل نلف حوالين المكان ده. بس المكان شكله فعلا من جوه جنه. ده كل اللي احنا لقيناه لحد دلوقتي، الحمد لله ان احنا لقينا حاجه اصلا. البيض اللي بيتعمل ده بيتعمل ليا الحمد لله، هجيب بيض مع نودلز كده والاقي حاجه اكلها يعني. ده المكان الوحيد اللي موجود هنا يعني، وكله كلاب زي ما انتم شايفين، وحاجة جميلة ربنا يستر. رغم ان المكان مش ديفلوبد خالص، بصوا كده تلاقي فيه طرق الدفع لسه موجودة هنا عادي جدا، لسه بيدفعوا بويتشات هنا برضه. يعني ميكس غريب جدا، ميكس بين مكان مش متطور خالص والطريقة اللي بيدفعوا بيها. اخيرا الحمد لله قبلوا يدخلونا اخيرا. فرحان جدا ان احنا ندخل المدينه دي بجد، احنا بقالنا كتير بنحضر ان احنا نيجي المكان ده. واصلين هنا الساعه 12 صباحا امبارح، لسه داخلين دلوقتي الساعه 10:15. كان في تليفون تعمل بيه ريبورت عملناه، عملنا تليفون للبوليس هنا، كلمنا كل الناس اللي ممكن تساعدنا ان احنا ندخل القريه دي. وي جت ذا تيكت. Rice? No, no, for me, no, thank you, thank you. Rice, wine. زي ما انتوا شفتوا كده بيحيوا الناس اول ما بيجوا هنا بالرايس واين او خمره الرز، مش عارف دي ازاي يعني، بس دي تحيه من الناس هنا متعودين يقدموها تحيه للناس من اكتر من 1000 سنه زي ما قلت لكم، ولسه سايبين التراديشنز دي موجوده لحد دلوقتي، لسه التقاليد دي موجوده لحد دلوقتي ولسه بيعملوها، والناس هنا فعلا نايس قوي يعني. اه 就是我们这是普通装啊，普通这个是打扮装。This is the traditional to be beautiful, and this is the really traditional one. 啊，OK。埃及。And you? 西班牙。啊，西班牙你知道？没去过。展示一下就 OK。好。
Thank you so much. Thank you so much. لسه ما وصلناش الهوستل بس انا مش قادر ابطل تصوير. شايفين المكان اللي ورايا ده؟ حاجه كل المكان هنا سينماتيك قوي، يعني حاجه تحس ان هي فانتزي كده، حاجه مش موجوده في الحقيقه. فعلا المكان يستحق جدا ان احنا نتعب كل التعب ده علشانه، التجربه اللي احنا خدناها لحد ما وصلنا للمكان ده، ويمكن ده اللي محلي المكان اكتر، مخلي المكان يعني ليه طعم مختلف كمان. يعني انا ما نمتش يمكن غير 3 ساعات ونص او 3 ساعات، وانريكي تقريبا ما نامش غير نص ساعه. دلوقتي احنا تعبانين جدا، رايحين للهوستل دلوقتي على الاقل ناخد شاور كده ونفوق وبتاع علشان احنا ضايعين خالص. وبعد ما نخلص باذن الله ننزل بقى نستكشف بقى الدنيا دي كلها عامله ازاي. حاجه جميله جدا بجد لحد دلوقتي. انا اسوي كام ما جو كويس. اه اوكي. اه شكرا. ما صدق ان احنا اخيرا عملناها لحد ما وصلنا للاوضه بجد. يعني حاجه دي الاوضه، تعال اوري لكم كده جوله سريعه في الروم بتاعتنا النهارده. قالوا لنا ان الروم دي مش هنقعد فيها اكتر من لحد الساعه 2، فايا كان هيقعدونا لحد امتى. هو كويس اصلا ان هم رضوا يعني يقبلونا، لان احنا كنا حاجزين الليله اللي فاتت يعني، فكتر خيرهم ان هم يقعدونا الساعتين الزياده دول او لحد الساعه 2 على الاقل، نلحق ناخد شاور كده ونظبط ونفوق ونشحن حتى البطاريات والحاجات اللي معانا دي كلها. نمنا شويه وشحننا تاني الحمد لله. المهم هنلم الشنط دي بسرعه كده وننزل على تحت على طول. قفلنا الشنط، شحننا البطاريات، كله تمام، جاهزين لليوم بقى، يلا بينا على تحت. ناس هنا جمال قوي لطاف بصراحه يعني معانا. خلاص خلصنا قاعده هنا وقالوا لنا انتوا ممكن تسيبوا الشنط بتاعتكم لحد ما تخلصوا رحلتكم وتيجوا تاخدوها من هنا. فحاجه جميله قوي ان احنا نسيب شنطنا هنا برده. Actually this fake man. Fake bottles or I think they're millennium bottles. Yeah yeah. Very old. Yeah. احنا في معبد واحد اسمه بانجو، واحد من الحكام اللي حكموا مدينة ياوزاي قبل كده. المدينة دي بقالها زي ما احنا قلنا اكتر من 1000 سنة، زي ما بتقول الاسطورة بتاعتهم يعني. طبعا كل ده كلام فارغ، بيقول ان بانجو ومراته كانوا موجودين هنا في المدينة علشان تنزل الرحمات على اهل المدينة بتاعت ياو. الياو بيبول كل 15 يوم في الشهر القمري بيحرقوا بعض الاوراق زي ما انتوا شايفين هنا كده. هم شايفين ان هم كده يعني علشان ينزلوا الرحمات على اهل المدينة ياوزاي. الاسطورة بتقول ان هو كان بيمسك القمر. So Bangu is a Chinese people. They really believe it's a kind of god for the Chinese people. Mm-hmm. And also for Yao people. Mm-hmm. It's a very important god, Bangu and his wife. So here is the temple. Inside there are some representations and images of Bangu pushing the moon, yeah, yeah, and the wife pushing a ball, the moon, and that means okay. Representation of separation between earth and sky and the heaven. Yeah, yeah. انا الاسطوره متخلفه شويه، ممكن تقروا ده من الكلام اللي مكتوب على المعبد هنا. دي الاسطوره بتاعتهم بتقول كده، وده المعبد ورانا هنا اهو. دي المكان اللي كانوا بيقرعوا عليه او بيخبطوا عليه كده علشان مش عارف يبداوا فايتنج ولا يبداوا ايه. بانجو هو ومراته، هو ماسك القمر زي ما انتم شايفين كده، وهي ماسكه العلم او يعني تعبير عن العلم او كده، وعلم متخلفه بصراحه يعني حاجه غريبه. عندهم قصص غريبه برضو سبحان الله. هي سير ريو داما ريو داما بانجو جونغوين ها بانجو جونغوين ان تشابو دو ها جي لا جونغو شي فاي ها شي فاي مايو توفو freshly grounded tofu. Very famous local dish. But covered with some eggs, right? This is brown sugar on the top. Brown sugar. This is a tofu. You say this get dry here, yeah. And then they will take the dry thing and put it there that you can see there.
الأقلية اللي اسمها ياو. هنا عددهم ما بيتعداش 200 فرد تقريبا في المدينة اللي احنا فيها دي، وعددهم في الصين كلها هم أقلية عبارة عن 2.5 مليون، وموجود منهم أقلية تانية موجودة في فيتنام، بس موجود منهم 500,000 في فيتنام، فهم يعتبروا أقلية هنا في الصين، وبيعيش منهم 200 أو أكتر حاجة بسيطة في المدينة اللي احنا فيها دي، مدينة نانجان ياوزاي. What did he say? I don't know, man. Yeah. What the hell? This is the Yao language, isn't it? I don't understand anything. Hey? Yeah. Yao language, right? شفتوا الناس الكبيرة اللي هنا دي؟ المباني هنا كلها مبنية زي ما بيقولوا بقالها أكتر من 1000 سنة، والحكومة هنا محافظة عليها زي ما هي من وقتها، مش عايزين يعملوا أي تغييرات عشان تفضل يعني التوريزم اتراكشن للناس هنا. المكان اللي فات ده اللي شفناه ده كان مقبرة لآخر ملك حكم الشعب الياو هنا، ودفنوه في المكان ده في عهد الأسرة الحاكمة مينج، ملك مينج. في 3 أسر حكموا المكان ده، سونج وشينج ومينج. ففي عهد الملك مينج ده كان آخر حاكم أو آخر ملك حكم الشعب الياو في عهد الأسرة الحاكمة مينج. شوفوا حجم العملة القديمة كانوا بتبقى عاملة ازاي؟ كبيرة جدا، وحجم العملات وحجم المعدات اللي كانوا بيستخدموها حتى في الحروب والسيوف والكلام ده، زي ما انتوا شايفين هنا كده، حاجة جميلة جدا. هما صوتهم ما شاء الله عالي جدا يعني. دلوقتي احنا جربنا العسل ده، حاجة جميلة جدا بصراحة، جدا جدا. أول مرة أدوق عسل بالجمال ده. النحل هنا بيتغذى على الجبال هنا، نوع معين من الزهور، ورهولنا هنا حاجة جميلة جدا، طعم غريب. أول مرة أدوق عسل بالجمال ده، بس أنا مش عارف ممكن نصدقهم ولا لأ، بس فعلا جودته باينة قوي في الطعم بتاعه يعني، بجد جامد جدا. أوريدي اشترينا واحد ب50 يوان بس، العبوة الصغيرة دي. الناس هنا لطيفة قوي قوي، دعونا نيجي البيت بتاعهم هنا وقدموا لنا شاي، والناس هنا فعلا كرم قوي، وببساطة ممكن تعمل صداقات معاهم، خصوصا لو الصيني بتاعك كويس، بيتكلموا كويس، بيقابلوك كويس، حتى انت مرحب بيك في بيوتهم عادي جدا. الناس عايشة حياة طبيعية جدا في وسط الجبال وفي وسط الحياة الطبيعية، حتى كمان طريقتهم في التعامل مع الناس طبيعية جدا، بيدعوك بسهولة جدا لبيوتهم، انت مرحب بيك في كل مكان هنا. يعني اللوكال بيبول هنا بيخلوا التجربة بتاعتك هنا احلى بكتير من اي تجربة تانية مع ناس تانية يعني. What is it? This lingzhe. Lingzhe, how to say in English? That's a good question. Lingzhe is a special Chinese mushroom. Grows on the, like if this is the tree, he grows on the foot of the tree. He has like amazing health properties. Yeah. Many good properties. And they use it to make soups. They use it to make teas. They use it to make many things. Only in China I've seen that. استكشف مكان غريب في وسط الادغال دي. بصوا المكان ده بيت ناس اصلا دخلونا فيه، كل البيوت هنا تقريبا مفتوحه لينا عادي يعني، الناس هنا فعلا لطفة جدا، والمكان هنا احنا جايين عشان الفيو بصراحه يعني. بجد استمتعت جدا في المكان ده، كنت بفكر كتير اعمل التجربة دي ولا لا. خلصنا شغل يوم الجمعة، جينا هنا دلوقتي الساعة
بالظبط 4:15. متهيألي مش هنستنى لحد الغروب يعني. من وقت التاني بشجع كل واحد منكم ان هو يخرج بعيد عن الدنيا اللي احنا فيها دي ويبدا يشوف تاني السماء ويشوف الطبيعه والجبال والحاجات الجميله جدا اللي احنا افتقدناها هنا. حتى صوت الطيور هنا، الطيور هنا سعيده مبسوطه اكتر من اي مكان تاني. احنا فقدنا الاصوات دي، فقدنا الجمال ده كله. ففعلا مكان جميل جدا لو انت في الصين يعني، هايلي ريكومندد. بس مش هتقضي فيه اكتر من يوم يعني، هو كفايه قوي عليه يوم، لان هي ليتل فيليج زي ما بيقولوا، او مكان صغير جدا، قريه صغيره جدا، فانت مش هتحتاج تقعد فيها كتير يعني كده ولا كده. وكنت فرحان جدا ان انا بعمل الفلوج ده معاكم النهارده. هننزل دلوقتي ناخد العربيه ونرجع على جوانجو بسرعه باذن الله. انا سبت الشنطه بتاعتي في المكان هنا، هرجع اجيبها باذن الله على طول، ونرجع على طول على جوانجو بقى باذن الله. يلا بينا. لو وصلت لحد هنا من الفيديو شكرا جدا على المشاهدة. اتمنى يكون قضيت وقت حلو معانا النهاردة وعرفت معلومات جديدة كتير وفرحتوا معايا في الفلوج ده وقضيت وقت جميل جدا. واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. السلام عليكم.